السلام عليكم. كانوا بعض التلاميذ الأولى متوسط طلبوا مني الملخص حول المقياس. مقياس احنا نهتم بمقياس التصغير، نحاول نقسمه سبورة. لاحظوا معايا، بالنسبة لمقياس التصغير، مقياس التصغير هو يكون من الشكل واحد على كف. هنا مقياس التصغير هو من الشكل واحد على ك. هذا المعامل اسمه معامل، معناتها عدد مضروب، معناتها عدد نضربوه، بحيث كي نضربو هذا العدد في واحد على ك وكأنما نقسمه على ك، معناتها يولي عندي تصغير. نمشيو للأسئلة والتمارين اللي اقترحوه من حنا في هذه الأسئلة. في هذا المقياس عندي ثلاث أشياء، عندي المقياس، عندي البعد على التصميم، وعندي البعد الحقيقي. يعني هما واش يعطونا كأسئلة في التمارين، يا إما يقول لك أوجد المقياس، يا إما البعد على التصميم، يا إما البعد الحقيقي. حنا في التمارين واش يعملون، يا إما يحذفون هذا، يخبيون هذا المقياس ويعطونا البعد على التصميم والبعد الحقيقي، يا إما يعطونا يخفيو لنا البعد على التصميم ويعطونا المقياس ويعطونا البعد الحقيقي، يا إما يخفيو لنا البعد الحقيقي ويعطيو لنا في النص البعد على التصميم والمقياس. دروك نحاولو نشوفو بالنسبة للحالة الثالثة. الحالة الأولى، نمشيو للحالة الأولى وين يطلبوا مني إيجاد المقياس. هنا إيجاد المقياس، إيجاد المقياس هنا يلزم عليهم كيخباو لنا هذا المقياس، معناتها يعطيونا البعد على التصميم ويعطيونا البعد الحقيقي. هيا دروك نحاول نعملو واحد المثال ونفهمو مع بعض. هنا البعد على التصميم، البعد على التصميم يعطيو هنا كمثال 5 سنتيمتر، والبعد الحقيقي، البعد الحقيقي يعطوه هنا كمثال، يقول لك يبعد منزل عن مسجد ولا عن مدرسة، يعطوك البعد الحقيقي تاعو. صح، هنا يعطونا كمثال 100 متر، 100 متر. هي دروك يقول يطلبوا مني إيجاد المقياس. هي دروك هنا أولا بالنسبة عندنا طريقتين، الطريقة الأولى طريقة الثانية. هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية. بالنسبة لدروك أسمر عندي بالنسبة للطريقة الأولى عندي كمثال، عندي 5 سنتيمتر على تصميم يقابله 100 متر، 100 متر اللي هي نزيدو لها صفرين، نزيدو لها صفرين تاع التحويل باش نكتبوها سنتيمتر سنتيمتر. هاي شو هنا نزيدو هاد الصفرين تاع ديسيمتر والسنتيمتر باش نوصلو 100 متر، هي 10000 سنتيمتر، نزيد لها صفرين. هذا الحقيقي. هي بالنسبة للمقياس، واسم هو المقياس، المقياس هو البعد الحقيقي اللي يعبر لي على 1 سنتيمتر، هو البعد الحقيقي اللي يعبر لي على 1 سنتيمتر. معناتها هنا نحط 1 سنتيمتر يقابلها اكس، يقابلها اكس حقيقي. هذا الاكس حقيقي، هذا هو ك، هذا هو اللي نحطه هنا. لاحظتوا معايا، هي شوف معايا نحسبوها ونخرجوها. شوف معايا اكس ماذا تساوي، العمليه الثلاثيه تاع الابتدائي، ولا هذه نعمل هاي الاسهم ونعمل هنا 1 في 10000 على 5. هي 1 في 10000 على 5، هيا تجينا اكس تساوي 10000 كي نقسمها على 5 تعطينا 2000، تعطينا 2000. لاحظت معايا، معنتها اكس يساوي 2000، معنتها هذا اكس هو اللي خرجنا، هذا هو ك. معنتها هنا المقياس واسم يولي لي، يولي لي مقياس،
ميم مقياس يساوي واحد على 2000. هو ده خرجنا بالنسبة للمقياس. هاتو نخدموها بطريقة ثانية. الطريقة الثانية اعتماد على قانون. القانون اسمي قلنا مقياس يساوي البعد على التصميم على البعد الحقيقي. حنا كيما قلت لكم باش ما تسلفوش فيها، بالنسبة للخريطة، الخريطة هي كي نرفدوها تجي في الأعلى، وبالنسبة للبعد الحقيقي هي الأرض، الأرضية اللي هي نجي في الأسفل، معنتها الفوق نحطو 5 سنتيمات، وبالنسبة للأسفل نحطو 100، بصح نحولوها إلى سنتيمات، معنتها نزيدولها 0. هايدي تولي هنا سنتيمات سنتيمات، هنا سنتيمات سنتيمات، نشوف باش هادو يمشيو، ويبقى لنا المقياس بدون أي وحدة. هي جينا هنا مقياس يساوي، تلاحظوا معايا بلي انا هاد الخمسة راها غابنتني هنا، خصني نرجعها واحد. واش الخمسة نرجعها واحد؟ خصني نقسمها على نفسها، هاي نقسم على 5، وكي نقسم الكسر البسط تاعو على 5، يلقى حتى المقام نقسمو حتى هو على 5، وتعطينا هنا مقياس يساوي اي 5 قسمة 5 تعطينا 1، 10000 قسمة 5 تعطينا 2000. وهو ده خرجنا المقياس بالطريقة هيك. هنا تشوفوا ملي خفاو لنا المقياس وعطاونا البعد على التصميم والبعد الحقيقي، وطلبوا منا ايجاد المقياس. هذه الطريقة المستعملة، يا اما الطريقة الاولى يا اما الطريقة الثانية، وثم مطلوب منكم طريقة واحدة منهم، ما ماشي مطلوب منكم طريقتين، تعمل واحدة منهم. نزيدو نواصل، نمشيو للحالة الثانية وين يعطيونا، دونك يعطيونا المقياس باش نخدموها بالمقلوب. المقياس يعطوه لنا ميم مقياس يساوي 1 على 2000، البعد على التصميم، البعد على التصميم يعطيوه لنا اللي هو 5 سنتيمات. هي دروك ايجاد البعد الحقيقي، ايجاد البعد الحقيقي، ايجاد البعد الحقيقي. بالنسبه دروك هنا راكم شايفين حنا البعد الحقيقي انا عارفين شحال يولي لنا، هو يولي لنا 100، خاطر صاير فدنا التمرين اللي خدمناه المثال السابق حاولنا خدمناه بالمقلوب. دونك عطيتكم 1 على 2000، وعطيتكم 5 سنتيمتر بعد التصميم، وبعد الحقيقي خفيته لكم. يلا لاحظ معايا دروك كيش نعمل باش نخرج هذا البعد الحقيقي. اولا نمشي لهذا المقياس نكتبوه في شكل سلم، معناتها هذا المقياس 1 على 2000 نكتبوه في شكل سلم. كيش نكتبوه في شكل سلم؟ منكتبوش 1 على، نكتب 1 سنتيمتر يقابلها 2000 سنتيمتر. يلا لاحظ معايا شكون هو البعد على التصميم؟ هذا هو التصميم، خطر صغير. وشكون هو الحقيقي؟ هذا هو الكبير، القيمة الصغيرة هي التصميم والقيمة الكبيرة هي الحقيقة. يلا لاحظ معايا دروك البعد على التصميم عطاهولنا احنا هو 5 سنتيمتر، وطلبوا مني البعد على الحقيقي، معناتها هنا نكتب 5 سنتيمتر البعد على التصميم يقابلها كم؟ ما نعرفوش، نكتبو اكس، اكس حقيقة. هي x تساوي العملية الثلاثية. شو كي سهل، شي صعيب شي سهل. هو ده هي نعمل 5 في 5 في 2000 على 1، هي هنا تعطينا 10000 على 1، وعشرة آلاف هي على 1 هي 10000، وتساوي 10000 كي نحولها إلى هذه راها بالسنتيمات، هذه راها بالسنتيمات، نحولها إلى المتر تعطينا 100 متر. هايدي خرجنا معناتها البعد الحقيقي هو 100 متر. هاتو نخدمو الحالة الثالثة وين يقولولنا إيجاد، هنا يعطيونا، لاحظ معايا يعطيونا المقياس، المقياس دايما هو يعطيهولنا في هاد الحالة، في هاد الميزان يقدر يكون مقياس آخر ماشي شرط 1 على 2000. في هاد الحالة نحاول هاد الميزان نخدمه لكم بكامل الحالة بكامل الجهات. هنا 1 على 2000 يلا حد معايا. بالنسبة يزيدوا لنا دروك يعطونا البعد الحقيقي، البعد الحقيقي عطوه لنا اللي هو 100 متر.
يقول لك إيجاد البعد على التصميم، إيجاد البعد على التصميم، إيجاد البعد على التصميم. هنا درو كاش نعمل أولا نفس الشيء كما اللي عملنا البعد الحقيقي، 1/2000 نكتبها في شكل سلم، هاي كتبتها في شكل سلم، أي نعمل 1 سنتيمتر تصميم يقابلها 2000 سنتيمتر حقيقة، خطر الكبير هو الحقيقة والتصميم هو هو الصغير. أي هنا دروك البعد الحقيقي هو اللي عندي، ما عنديش البعد على التصميم، عندي البعد الحقيقي معناتها نحطه تحت الحقيقي، هاو نحط 100 متر، بصح حنا 100 متر منحطهاش 100 متر، نحط نزيد لها 0 باش تولي سنتيمتر كما سنتيمتر، لخاطر حنا في العملية الثلاثية وسيكون عندي نفس الوحدة في الأعلى وفي الأسفل، هاي سنتيمتر سنتيمتر، وحتى الجهة أخرى نفس الشيء. هنا البعد على التصميم هو اللي نبحث عليه نسميه إكس، سنتيمتر هذا تصميم، أي نعمل العملية الثلاثية هي تخدم لي كل شيء، معنتها إكس تساوي، أي لاحظوا معايا، نعمل 10000 في 1/2000 ويساوي، هاي عملت 10000 هادي واللي نلقاه نقسمه على هذاك اللي مضروب في الإكس، هذاك اللي نضرب في الإكس دايما نقسمه عليه، هذاك اللي نضرب في الإكس هيدا هو هذا شو العملية الثلاثية، هذاك هو اللي نقسمه عليه. أي دروك نختز بالأصفار، 1 1 2 2 3 3، هي بقات لي 10 في 1/2، 10/2 تعطينا 5 سنتيمتر، هاي دي لقينا الحالة الثالثة من تاع اللي يقولون إيجاد البعد على التصميم. ما عندهم هما في التمرين واسم يقولون، يا إما يقول لك أوجد المقياس، عندك طريقتين اختار اللي تحب، يا إما يقول لك إيجاد البعد الحقيقي تخدم هذاك المقياس تحوله إلى سلم وتخدم العملية الثلاثية، وإذا قال لك أوجد البعد على التصميم نفس الشيء، هذاك المقياس اللي أعطوه لك كتبه في شكل سلم واعمل العملية الثلاثية تاعك. لاحظتوا معايا شيء سهل وشيء ما فيه حتى صعوبة، من المفروض ماشي حاجة اللي تعجزكم ولا تدربوا عليها في دوب بعد التمارين اللي حليتوها من قبل، وجربوا هاد الكيفية وشوفوا إلا تخرجوها ولا لا، إن شاء الله تخرجوها، ربي يعاونكم وصحة رمضان والله ينجحكم، شكرا.